نحن ضد قوانين النمسا، عبارة قد تكلف سياسي عربي مستقبله الحزبي. 160 لاجئا فلسطينيا وسوريا وعراقيا توظفهم الحكومة بالزراعة. الحكومة تسأل المهاجرين لماذا تختارون النمسا؟ نتيجة المسحة الثانية للمستشار كورتس وقفزة الإصابات في النمسا وتشيك. أجانب نهبوا 11.5 مليون يورو بشهادات لغة مزورة ووثائق وهمية. ما هو حجم خسائر السياحة الصيفية بسبب كورونا؟ حاكم فيينا يصوت حضوريا الأحد المقبل وباقي المرشحين بالبريد. وإلى الأخبار تفصيلا. بدأ العد التنازلي لانطلاق الانتخابات البلدية في فيينا الأحد المقبل بمشاركة سياسية واسعة ومنافسة من 7 شخصيات بارزة في العمل السياسي، يتقدمهم عمدة فيينا الحالي ميخائيل لودفيغ. وقال لودفيغ في مؤتمر صحفي اليوم أنه سيقوم بالإدلاء بصوته حضوريا بالرغم من المحاذير الصحية الخاصة بوباء كورونا، بينما فضل بقية المرشحين التصويت بريديا. أعلنت سوزان أراب وزيرة الاندماج والمرأة عن إطلاق مشروع جديد للاستعانة باللاجئين في موسم الحصاد بالمزارع. وقالت راب أن المشروع الجديد سوف يساعد اللاجئين على الاندماج بشكل أكبر، مشيرة إلى أن التجربة لا زالت تحت الاختبار، وتم الاستعانة ب 160 لاجئا يساعدون في حصاد الكروم وفي عمل المزارع. وأشارت الوزيرة إلى أن المجموعة الأولى كانت لأشخاص حصلوا على حق اللجوء وهم من دول فلسطين وسوريا والعراق، وقد نجحوا في المساعدة في موسم الحصاد. أكد كارل نيمر وزير داخلية النمسا أن موجات الهجرة هدأت نسبيا وبشكل مؤقت في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة تكثيف الضوابط الحدودية على طول طريق البلقان والقيود الناجمة عن وباء كورونا. وقال نيمر على هامش إطلاق مشروع بحثي بعنوان النمسا البلد المستهدف، والذي يبحث في إشكالية لماذا يختار المهاجرون النمسا كوجهة لهم، أنه بين عامي 2015 و16 تقدم أكثر من 130 ألف شخص بطلبات لجوء إلى النمسا. وذكر الوزير أن مشروع النمسا البلد المستهدف هو أول مشروع بحثي من هذا النوع في البلاد، حيث تركز الدراسة على بلدان المنشأ في الهجرة إلى النمسا، وهي أفغانستان والعراق وسوريا ونيجيريا، مشيرا إلى أن الدراسة سوف ترسم خرائط لجميع مراحل الهجرة سواء دول المنشأ أو العبور أو على طول الطريق وحتى الوصول إلى أوروبا. ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن اختبار كورونا الثاني للمستشار الفيدرالي سباستيان كورتس جاء سلبيا أيضا. ومن جانب آخر، سجلت جمهورية التشيك اليوم رقما قياسيا من الإصابات الجديدة، بلغت 4000 حالة خلال 24 ساعة. وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1029 إصابة جديدة في النمسا. أعلن كارل نيمر وزير داخلية النمسا أن الوزارة نجحت في استرداد 11.5 مليون يورو من أموال المساعدات الحكومية المنهوبة من الأجانب. وأشار الوزير إلى أن الشرطة وجهت ضربة كبيرة ضد الاحتيال المنظم للحصول على المساعدات من خلال عصابات في مدينة جراتس، حيث تم القبض على 7 من مرتكبي هذه الجرائم من حملة الجنسية النيجيرية. وذكر الوزير أن الاحتيال نفذه الجناة بشكل منهجي من خلال تزوير شهادات الحصول على دورات اللغة الألمانية والاندماج وتسهيل عمليات الاحتيال المتعلقة بالمزايا الاجتماعية.
انخفض دخل السياحة في النمسا بمقدار الثلث خلال أشهر الصيف، حيث تسببت أزمة كورونا في انخفاض مبيعات شركات السياحة في البلاد. وقال تقرير لمعهد فيينا للأبحاث الاقتصادية ويفو أن أكبر انخفاضات المبيعات السياحية تم تسجيلها في فيينا وبلغت 81%، وأدنى مستوى في كارنسيا وبلغ 13.7%. في إطار الحروب الانتخابية ومع اقتراب انتخابات بلدية فيينا الأحد المقبل، شنت صحيفة أسترايش النمساوية واسعة الانتشار هجوما على سياسي عربي من أصول مغربية. السياسي عبد العاطي كريمي الذي يحتل رقم 40 في قائمة حزب الخضر للانتخابات البلدية قال في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: نحن ضد القوانين النمساوية المنحازة للمرأة والتي تعطيها الحق في حضانة الأطفال. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل عنيفة في المجتمع النمساوي، مما استدعى حزب الخضر لتحديد موعد جلسة للتحقيق ومناقشة السياسي العربي في مواقفه. لمزيد من التواصل رجاء متابعة صفحتنا على الفيسبوك اندماج، وعلى اليوتيوب أسترا نيوز. شكرا لحسن المتابعة.